أنا كنت نادي لك خالتي وقت عصبتي علي وقلتي لي لازم تنادي لي مرت عمي. رح تصيري كنتي ومرت ابني، ومن يومها أنا بنادي لك مرت عمي وما عاد ناديت لك خالتي ونفذت طلبك. أنا بعرف إني غلطت وإنتي معك حق مرت عمي، كنتي عم تناديلي وتقولي استني ماتري وما بصير تتركي عرسك، بس أنا ما حسيت على حالي وكنت خايفة عن أنديني وقتها. بس مرت عمي إنتي بتعرفي إنها رفيقتي وكتير بحبها. هي رفيقة طفولتي وحقك تعصبي علي حتى فيكي تحكي أي شي بدك يا معي، بس بترجاكي إنك تهدي شوي وما تلغي العرس بلحظة غضب. إيه حقك تخافي على رفيقتك، بس هلأ خلص إنتي ما عاد فيك تصيري كنتي. واللي سبب هذا الشيء هي ناندين اللي خربت كل الفرحة علينا. شو يا أختي؟ بدك حدد موعد جديد؟ لا ما بدي، خلص هذا العرس التغى وانت روح من هون. لا يا أخي استنى، مرت أخي بدي اياكي تهدي ومعليش تسمعيني شو بدي أقول. انت كتير معصبة وأنا برأيي لازم تروقي، ما تخربي كل شيء ببساطة. مرت أخي معك حق تتضايقي، يمكن هذا الشيء الطبيعي، بس لازم تخلي الولاد يكملوا العرس. أختي أنتي لازم تهدي وفكري قبل ما تاخدي قرارك، يعني هيك قرار مصيري ما بيتاخدوا أنتي من فعلة ومعصبة. أختي أنا بترجاكي تروقي شوي، وبدي أعتذر منك عن كل اللي صار، بترجاكي لا تلغي العرس وفكري أكتر بالقصة. أختي سرانش وماتري بحبوا بعضهم ومتفقين على كل شيء، ما بصير تدمري لهم سعادتهم وتلغي العرس بهاي البساطة. مرت عمي رح يصير اللي بدك اياه، إذا كان بدك تلغي لهذا العرس فما رح يصير. بس فكري شوي بالأول وتأكدي منيح إنه هذا اللي صار ما كان بإيد حدا منا أبدا، وما فيكي تنكري إنه ماتري عاجبتك وأنت اللي أصريتي عليه. مظبوط. وإذا سألتيني ليش عاجبتك ماتري، هو كمان معه حق. أنا رح أقلك، لأنه من نظرة عيونها بتشوفي طيبة قلبها، هي منيحة مع الكل وبتدير بالها على الكل. وهلأ أنت قولي لي يا مرت عمي، لو كنتك ماتري ما كان عندها هي اللهفة تجاه رفيقة طفولتها، ما كانت هي رح تنزل من عينك؟ شو يا أشيش؟ جاي تعمل لي محامي هون؟ طيب، أنت عم تسأل وأنا رح جاوبك. أنا كنت مفكرتها بنت عاقلة وذكية وكتير مهذبة وبتعرف حدا منيح وما بتتجاوزه. ماشي، تخيلي معي لو هلأ أخذت نانديني لبرا وإجا أبي وكان تارك مفتاح السيارة هون مثل ما صار ونطرته برا أنا ومرتي 10 دقايق وهي بهي الحالة الصعبة، وقتها شو كان رح يصير؟ كنت خسرت كل شيء وفقدت ابني كمان. بس خلص بكفي، لا تقول هيك حكي أبدا. ليش عم بتدخل هذا الطفل المسكين بهي القصة؟ هو لسه ما إجا على الدنيا. طيب إذا انتبهتي، هذا الطفل اللي لسه ما إجا على هي الدنيا أنت كتير بتحبيه وبتخافي عليه، شفتي قديش قلبك طيب؟
وهذا الشيء بالضبط اللي حرك ميتري لحتى ضلت معي أنا ونانديني بهاي المحنة. ميتري عملت هيك بسبب طيبة قلبها مرت عمي. وانتي مثلها تمام، علمتينا هذا الشيء من لما كنا أولاد صغار. لهيك ما بيصير تلغي العرس، ولازم تفرحي من جوات قلبك، لأنه رح يصير عندك هيك كنة بتاخد العقل. بعدين أنا حافظك من لما كنا صغار. بتعصبي بسرعة، بس عندك قلب طيب مثل العسل. ما بتزعلي حدا إلا إذا كان مضايقك. إيه وإنتي متضايقة شوي؟ لا متضايقة كتير، بس قلبك طيب. فكر حالك بتقدر تضحك علي بهذا الحكي؟ بما انه انت بتعرف مرت عمك كثير منيح، ليش ما خبرت مرتك ناندين تبطل تضايقني على طول؟ لو حضرت جنابه بس بتحترمني شوي، لو كانت سمعاني نصيحتي بوقتها ما كانت رح تروح على المستشفى. انا شو قلت لها؟ ما قلت لها ديري بالك على حالك، وقلت لها انت حامل يا روحي، ما بصير ترقصي كل الوقت. صح؟ أنا حكيت شي غلط؟ وحضرتها سمعت الحكي تبعي؟ هاي النتيجة قدام عيونك شوفها. مرت عمي هي صغيرة وما عندها خبرة بالحياة مثلك أبدا، وناندينة كمان كانت فرحانة بعرس رفيقتها وحبت إنها تشارك فيه، بس أنت حكيك صحيح، كان لازم تسمع منك مو هيك؟ وتعمل مثل ما قلتي لها بالضبط. ايه طبعا، وكل الحق عليها، وهي لازم تنلا. روحي بهدليها. ايه ايه صح، بس كمان لا تلغي عرس ميتري بسبب ناندين. الناس شو بدهم يحكوا عليها إذا أنت لغيتي العرس؟ آه؟ أنت أكتر حدا بيعرف هذا الشيء، وأكيد بتوافقيني بهي النقطة مرت عمي، إنه اللي ساوته ميتري كان لأنه بتحب رفيقتها. مرت أخي شو رح تسامحي هون؟ منحدد موعد جديد بما أنه نحن هون. مرت عمي بدي أقلك أنه شو ما كان قرارك أنا رح وافق عليه، واللي بدك اياه انتي رح يصير، بس كمان انا بس في شي بدي اعرفه. سارانش يا ترى شو رايه بهي القصه؟